السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم أعضاء قناة مدونة العمل من منزل ومن الإنترنت. النهاردة وأنا قاعد هو امبارح مش النهاردة، وأنا بقلب كده في النت عموما لقيت حاجة كده يعني هتعجبكم جدا ومفيدة جدا جدا جدا، وكتير او اغلبنا ناس كتير ما تعرفهاش، وان شاء الله هنكون احنا اول ناس نتكلم عن الموضوع ده. هي خدمة من جوجل، الخدمة دي يعني تقريبا من يوم انت ما سجلت او ما عملت حسابك على جوجل، اكونت بتاعك على جوجل، كل حاجة تقدر ترجعها، كل حاجة ممكن تعملها في جميع خدمات جوجل، مش جوجل بس اللي هو السيرش، لا يوتيوب، على تويتر، على الصور بتاعتك اللي انت كنت رافعها على جوجل، لو انت عندك مدونات بلوجر تقدر تنزل مدونات بالكامل وترجع تستخدمها ترفعها تاني، لو عندك قناة على اليوتيوب عليها فيديوهات حتى لو 50,000 فيديو، مش هتنزل فيديو لا، لو انت عايز ترجع فيديوهاتك كلها وعايز تحطهم في قناة تانية أو حاجة، تقدر بضغطة واحدة بس تنزل كل الفيديوهات بالكامل، بالوصف بتاعها، بالاسم بتاعها، بكل حاجة زي ما هي، وترجع تقدر إن أنت تستعملها ترفعها تاني. الموضوع ده أنا بصراحة مش عجبني جدا، عجبني جدا جدا جدا. تعالوا نبص بصة كده عليه، الموضوع بسيط، ما اعتقدش الفيديو هياخد اكتر من دقايق معدودة. قبل ما نشوف الـ الفيديو، وقبل ما نتكلم واشرح لكم الموضوع، ما تنسوش تشتركوا في القناة ولايك للفيديو لو عجبكم. تعالوا نشوف. بصوا هنا الروعة، هنا ادي حسابك كله على جوجل اهو، تمام، كل حاجة، اي جوجل بلس، اشارات، البريد، الجيميل كمان نسيت اقول لكم عليه، التقويم، اي حاجة انت كنت مسجلها، الخرائط، الملف الشخصي بالكامل تقدر تنزله بدون استخدام اليدين، جهات الاتصال بتاعتك اللي هي الدوائر جوجل بلس تقدر تنزلها، المشاركات بتاعة جوجل بلس، سجل المواقع، صفحات جوجل بلس، وهنا بيكتب لك كمان هتنزل بأنهي تنسيق، تمام، الصور بتاعتك اللي انت كنت محتفظ بيها على جوجل، عمليات البحث، حتى عمليات البحث اللي انت بحثت فيها في جوجل تقدر تسترجعها من هنا، الكتب بتاعة جوجل، المجموعات، المهام، البلوجر اهي، كل البيانات بتاعة جوجل كروم اللي انت استخدمت، كل حاجة استعملتها في جوجل كروم متسجلة هنا تقدر تنزلها، الملفات اللي انت رفعتها على الدرايف، جوجل درايف، تمام، خدمة فيت، انا مش عارف دي بتاعت ايه بصراحة، ما استعملتهاش قبل كده، الهانج اوتس، حتى المباشر، الهانج اوتس على الهوا، خدمة كيب، اليوتيوب، كل حاجة، كل حاجة تقدر تنزلها، تمام. من هنا تقدر ان انت تشيل كل التحديثات دي عشان انت مثلا عايز تحدد حاجة واحدة. طب تعالى كده نشوف، انا عايز مثلا ايه بقى، القناة بتاعتي اللي على اليوتيوب انا عايز انزلها، تعالى نشوف اهو، انا هنزل قناتي اهي، من هنا اقدر احدد، تمام، اذا كنت عايز كل البيانات بتاعت اليوتيوب بتاعتي ولا تحديد بيانات معينة، تمام. بص انا اقدر اخد من هنا ايه الهيستوري، واقدر اخد البلاي ليست والسبسكريبشنز والفيديو، تمام. طيب انا عايز دلوقتي اخد مثلا الاربعه، انا كده كده القناه لسه جديده عاملها امبارح، لان القناه الثانيه كانت فيها فيديوهات منوعه يعني، فانا عايز اتخصص في الشروحات اللي انا بعملها دي دلوقتي، فاخدت بس الفيديوهات اللي انا بدات اعملها للموضوع ده امبارح ونزلتها بنفس الطريقة دي ورجعت رفعتها تاني،
تمام، هنعمل له هنا تم التالي. تمام، هنا بقى بيقول لك ايه تخصيص تنسيق الارشيف، عايز نوع الملف بيكون ايه، عايزه بأني صيغة، انا هاخده باللي هو الزب. الحد الاقصى للارشيف عايزه قد ايه، عندك من اول جيجا لغاية 50 جيجا. تمام، طريقة التسليم هيبعت لك هنا رابط تحمل منه عن طريق الايميل، تمام، او تحطه على جوجل درايف ولا دروب بوكس ولا وان درايف زي ما انت عايز. انا هختار رابط التنزيل عن البريد الالكتروني ونقول له انشاء ارشيف. تمام، هنا بقى بيجيب لنا العملية هي ماشية قدامنا. تمام، لسه 0%، الموضوع جميل جدا جدا بصراحة. بص، 94%، 115 ميجا. وانا وان شاء الله هعمل موضوع تاني بقى، احنا عملنا فيديو دلوقتي، هعمل لكم الموضوع ده كتابة و عشان برضه الكتابة بالصور عشان اسهل على الناس الموضوع. وهتلاقوا تحت الفيديو اللينك اللي تقدروا تدخلوا بيه مباشرة على الموضوع ده، بس طبعا لازم تكون مسجل دخول على حسابك في جوجل بقى، وانت عشان يجيب لك البيانات بتاعتك. هو كده خلص اهو، بيقول لي تنزيل، تعال نعمل تنزيل. تمام، المتابعة هيقول لك دخل كلمة المرور بتاعتك، تعال ندخل كلمة المرور. تمام، دي انا نزلتها امبارح ودي هو بينزلها هنا. طبعا انا هنا هقعد سنة لما ينزلها. خلينا نعمل كده، نزلها على الداونلود مانجر احسن واسرع. تمام، وبيعمل داونلود، يعني المساحة عشان الفيديوهات قليلة 204، يعني 265 ميجا تقريبا. تمام، مش عايز حد يقر على سرعة النت عندي، الله يكرمكم. اختصارا للوقت، انا يعني مش هنستنى لغاية ما ينزل وكده. تمام، ادي الملف اهو بعد ما نزل مضغوط. تمام، اندكس اليوتيوب، ادي عندنا هنا مقاطع الفيديو، تعال نفكه طيب عشان يبقى سهل علينا، فكنا الضغط عنه اهو. عندنا الاشتراكات في فايل اسمه OPML، سجل. تمام، سجل البحث، قوائم التشغيل، هون 3 فايلات، عملية التحميل، مرات الإعجاب، مشاهدة فرق لاحق. أدي بقى اللي احنا عايزينه، مقاطع الفيديو. تمام اهي، طب تعالى كده نفتح مثلا فيديو اللي احنا عاملينه. مثلا معنا الافلييت ماركتنج، تسويق العمول. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، الفيديو كامل أهلا بكم أعضاء قناة العمل من المنزل. الفيديو كامل اهو، من أول ثانية لغاية 10 دقايق إلا ربع. كده كله، مش ممكن ننزل بقى كل البيانات، مش شرط اليوتيوب بس، لو عايزين كل حاجة ننزلها ننزلها.
مش اليوتيوب وبس، لا كل حاجة عايزة تنزل ممكن ان احنا ننزلها دفعة واحدة او حاجة حاجة اللي احنا محتاجينه وبس كده. احنا خلصنا الموضوع بتاع الخدمة دي، اسمها تيك اوت، خدمة تيك اوت من جوجل، تمام. وهحط الرابط بتاعها ان شاء الله في تحت الفيديو دلوقتي. السلام عليكم ورحمة الله.